السلام عليكم. وفق السرديات في التاريخ اليمني الحديث، لعبت تعز دورا مهما وحيويا في التحولات الوطنية. يبدو أن للأمر علاقة بالوطنية اليمنية التي تشكل تعز نواتها الصلبة، ولذلك تعتبر العائق الأبرز أمام زبائن القسمة المطولة في المنطقة العربية التي بدأت تلوح في الأفق. كانت تعز تلعب دورا ثوريا يضخ الجماهير إلى قلب التحولات التاريخية للثورات الثلاث، سبتمبر وأكتوبر وفبراير، وهي بوصلة مهمة نحو الدولة الاتحادية والمضي نحو اللامركزية العادلة كاملة الصلاحية، والتي تشكل تعز معدل الترجيح في وضع حد لسلطة الحكم المركزي القائم على القهر والغلبة. وهي تعز التي لم تسلم من المخاوف الإقليمية من دول بعينها لها موقف من التحولات الديمقراطية التي دشنتها الثورات العربية، وما تمثله تعز من رئة حيوية للديمقراطية الناشئة في بلادنا، وأن النسيج الديمقراطي الجديد الذي تشكل في العقود الأخيرة كانت بداية بزوغه من تعز التي شكلت الحاضن الأول للحركات السياسية البارزة في البلد. تعز التي قدمت أكبر عدد من الشهداء وقدمت تضحيات نوعية. إلى متى ستستمر التضحية بأبناء المدينة في أفق غير مسنود محليا وإقليميا؟ ما الذي يريده العالم من تعز؟ ولما هذا الحرص أن تظل بؤرة توتر؟ لماذا تحضر هذه المدينة في خطابات الاستعطاف وتغيب في جهود الإغاثية؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم لي للنقاش في هذه الحلقة المحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أهلا بك أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك ومساء مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك. إذا مشاهدينا الكرام، سنبدأ هذا النقاش لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. تعز الجرح المفتوح الذي غير المعادلة في السلم والحرب، هذا ما يقوله مراقبون ولا علاقة للأمر بالإسناد المعنوي لمدينة تعالج جروحها بروحها على طريقة كبرياء الطيور التي تسكن أعالي القمم وتكسر انكسارها لتحلق من جديد. المدينة التي كانت عرضة للاجتياح القادم من الكهوف المسلحة إبان الانقلاب الذي عرف بأيلود الأسود، لم تكن تلك اللقمة السائغة لهذا الفك الأسود الذي راهن على زمن محدود ليضع قلب ثورة فبراير تحت إبطه ويمضي صوب الجنوب. كانت تعز الثقب الأسود الذي التهم كتائب الانقلابيين وإمداداتهم وخسر فيها الحوثي معركته رغم الباب المفتوح له والقادمين من الحروب الستة في صعدة وقوات المخلوع التي كانت تدعى قوات النخبة وتم الانفاق عليها من ضرائب الشعب لتقتله. بجهود ذاتية وإسناد من التحالف العربي وقفت المقاومة على أقدامها والتحمت بالجيش الوطني في معركة التحرير التي مضت على خطى النفس الطويل والخبرة المتراكمة لتبدو أكثر جاهزية وأدق تخطيطا، من تحرير جبل صبر وشموخ قلعة القاهرة إلى الجبهة الغربية. استطاع الجيش الوطني والمقاومة في الأيام الأخيرة استعادة روح تعز بتحرير قصر الشعب. لا تخلو معركة التحرير في تعز من حضور حركة التاريخ الحديث، ففي ذات اللحظة التي كانت ساحة الحرية تهتف يا تعز ثوري ثوري نحو القصر الجمهوري، تعرضت الساحة للحريق، غير أن ذاكرة الحرية أعادت تدوين التاريخ بتحرير قصر الشعب في التاريخ ذاته. رمزية تحرير قصر الشعب في ذكرى محرقة ساحة الحرية يعده مراقبون انتصارا لروح تعز التي تعرضت لثورتين مضادتين، ثورة مضادة لسبتمبر وثورة مضادة لفبراير، ولم تسلم تعز أيضا من الثورة المضادة لأكتوبر في الجنوب التي ترى في تعز خصما افتراضيا لها. تمضي تعز بخطى دؤوبة وجريحة نحو التحرير، تلك الخطى التي لا تخلو من مكابدات واقعها في اللحظة اليمنية الراهنة بين مطرقة مسرح الحرب وسندان صراع النخب وبين حضور خطاب الاستعطاف وغياب الجهود الإغاثية. مجدد ترحب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، دعنا نبدأ معك بشكل إجمالي، كيف هي تعز الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم لكل اليمنيين ولكل مشاهدي قناة بلقيس، وبشكل خاص لأبناء تعز ولأبطال تعز الذين يجترحون بطولات استثنائية في هذه المرحلة والذين يكسرون القاعدة، يعني في فترة الجمود والإحباط وعدم اليقين ثمة حقيقة تسطرها تعز وثمة ضوء يسطع من تعز. نحيي كل المقاومين وكل الذين اجترحوا بطولة الأيام الماضية ويقاتلون الآن من أجل استكمال المهمة لإسقاط أكبر ثكنة عسكرية للإنقلابيين في شرق المدينة.
هذه المعركة التي تتزامن بطبيعة الحال مع يوم 21، يعني انطلقت وزاد عنفوانها في يوم 29 الماضي، وهو يوم مهم جدا في تاريخ الثورة اليمنية الجديدة، ثورة 11 من فبراير، الثورة التي طبعا أحدثت كل هذا التغيير وكل هذا الحراك. 29 مايو التي تشير إلى أكبر جريمة ارتكبها نظام المخلوع صالح، حريق أو إحراق ساحة الحرية. طبعا هذا رد، أحد الردود القوية والفاعلة لثورة فبراير على تلك الجريمة، إسقاط معسكر التشريفات وموقع القصر الجمهوري بشكل عام. أعتقد أنه يمثل محطة نهائية ومفصلية في تاريخ المواجهة بين الحق والباطل في محافظة تعز، وأعتقد أن استعادة هذه الثكنة وهذا المعسكر سيسهل كثيرا من كل العملية التالية، عملية تحرير بقية شرق المدينة وبالذات منطقة الحوبان. هناك تداعي واضح لجبهة الإنقلابيين، هناك أنا أعتقد أنه لولا قلة ذات اليد والإمكانيات العسكرية التي بيد الأبطال الجيش الوطني والمقاومة في تعز لكان الأمر قد حسم أسرع مما نراه اليوم. ومع ذلك أعتقد أن بهذه الإمكانيات وببطولات وشجاعة المقاتلين هناك تحدث كل هذه المتغيرات وكل هذه الانتصارات. معادلة المواجهة العسكرية في تعز تغيرت بشكل كامل وجذري. في السابق كان المقاتلون يخوضون معارك عشوائية ضد محترفين مقاتلين، اليوم تحول المحترفون والمقاتلون المحترفون الذين يمثلون الجيش السابق إلى قوات ممزقة مندحرة تعتمد تكتيكات دفاعية أكثر منها تكتيكات هجومية، وهذا يشير إلى التحول الكبير جدا في مسار المعركة. ما الذي دفع إلى هذا التحول؟ لماذا الآن حدث هذا التحول وباتت يعني حركت الجبهة الشرقية للمدينة بشكل أكبر؟ أولا هناك عوامل ثابتة لا يمكن أن تتغير، وهي إرادة أبناء تعز في تحرير مدينتهم وإنهاء هذا الظلم وهذا الحيف الذي يقع على مدينتهم وإنهاء هذا القصف العشوائي اليومي الذي يؤرق مدينتهم. الشيء الثاني هو أن هناك خبرات قتالية تراكمت لدى هؤلاء المقاتلين، وهناك إرادة قوية لم تتزعزع هذه اللحظة، بل أنها حتى هذه الإرادة اليوم تزداد نضجا وعنفوانا مع مرور الأيام، وبالتالي هذه الثوابت اليوم هي التي تقف وراء هذه التحولات. نحن في مرحلة في حقيقة الأمر من عدم اليقين، وهؤلاء يحاولون أن يعيدوا الأمل لليمنيين الذين بطبيعة الحال تلقوا خلال الفترة الماضية أنباء صادمة يعني وتحولات سواء على المستوى داخل اليمن أو على مستوى الإقليم، وهي كلها تحولات لها ارتباط بشكل أو بآخر بما يدور في اليمن. هذه التحولات صادمة في حقيقة الأمر ومحبطة ومثيرة للقلق عندما تشعر أن شركائك يخططون للنيل منك، وأن هناك أجندات خفية داخل ما نراه أنه تعاضد وتحالف وإلى آخره من هذه المسميات. ولذلك نرى أن ما أنجز اليوم في تعز هو بارقة أمل وهو بصيص أمل وهو يعني غذاء معنوي، زاد معنوي لكل الذين يأملون بحياة أفضل لليمن ولليمن الدولة اليمن الجمهورية النظام اليمن الاتحادي. طيب بالنسبة للصعيد الميداني، هذه التحركات اليوم والانتصارات، يعني اليوم أتحدث عن الفترة الأخيرة القليلة الماضية، بالنسبة للمعركة عامة ما الذي تشكله؟ هل هناك نوع من النقلة النوعية في مسار المعركة؟ نتحدث عن القصر الجمهوري، معسكر التشريفات أيضا، كانت قبل فترة هناك في يعني الجهة الغربية كانت هناك المعارك بشكل أكبر، الآن الجهة الشرقية، هذه التوسع في ساحة المعركة هل هو من مصلحة هذه إنهاء المعركة بشكل أسرع؟ بالتأكيد، أولا تركز المعركة في مناطق مفصلية مثل القصر الجمهوري يدل على أن تعز قطعت مرحلة طويلة جدا في المعركة، وكما قلت لك هذه السيطرة على هذه المنطقة مهمة للغاية، لأنه حتى هناك مناطق حيوية كان الجيش الوطني والمقاومة بإمكانها أن تستعيدها، مثلا على سبيل المثال معسكر قوات الأمن المركزي أو قوات الأمن الخاصة، هذا المعسكر لمرتين متتاليتين والمقاومة أو الجيش الوطني يدخلون إليه ولكنهم ينسحبون بفعل النيران التي تأتيهم من القوات المتمركزة في معسكر التشريفات وتبت القصر الجمهوري قصر الشعب.
لهذا هذا الموقع مفصلي جدا من ناحية الاستراتيجية. أيضا هذا الموقع ليس عاديا، هو رمزية، هو مربع أمني، هو المربع الأمني للنظام السابق في محافظة تعز، وبالتالي اليوم هذا النظام السابق اليوم يخسر مربعه الأمني بشكل كامل. المرتفع الذي يقع عليه القصر الجمهوري وملحقاته ومنشآته الخاصة وثكنات الحرس الجمهوري هو ليس فقط معسكر، وإنما ثكنات ومخابئ وتحصينات قوية جدا، وهذا الذي يفسر استمرارية المعركة حتى اليوم. ومع ذلك المعادلة حسمت لصالح الجيش الوطني. هنا الأسلوب الذي تم من خلاله السيطرة على هذا الموقع لا يمكن أن يتخيله المرء، لأنه قام على فكرة الشجاعة، على مبدأ الشجاعة والإقامة عما عداه من التكتيكات الأخرى، يعني اقتحام معسكر حصين وموقع حصين اعتمد فقط على الشجاعة وعلى المبادرة وعلى الخبرة التراكمية التي تكونت لدى مقاتلي هذه المدينة أو الذين ينخرطون اليوم في كتائب وألوية مختلفة. المعركة مفصلية التي نراها اليوم مفصلية بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولا شك بطبيعة الحال أن هذه المعركة اليوم ستكون لها مترتبات على كل المستويات الاستراتيجية والعسكرية والسياسية أيضا، ولهذا الجميع راهن على هذه المعركة وعلى أهميتها وعلى أبعادها المستقبلية. طيب الآن يعني كنت تتحدث قبل قليل على تقدم للمقاومة في بعض المناطق في الجبهة الشرقية، لكن حدث بسبب يعني تمركزات الميليشيا في سواء تبت القصر الجمهوري أو مناطق أخرى أن تراجعوا عن هذه المناطق. الآن ما الذي يعني ما هو المطلوب لأن يكون التقدم في الذي حصل في هذه التبة والمنطقة المربع الأمني الذي تحدث عنه بشكل عام مستداما؟ اولا طبعا انا قد لا اكون عسكريا حتى افيدك، يعني ما هو الذي يجب ان يعمله هؤلاء المقاتلين. هم لا شك ان لديهم التكتيكات، لكن اسلوب التحرير كان مختلفا هذه المره، واخذ بعين الاعتبار تجنب المناطق المكشوفه التي كانت تتعرض دائما للقصف سواء من معسكر التشريفات او من المعسكرات المسانده او المواقع العسكريه المسانده للانقلابيين، سواء الموجوده في تبه سفتيل او في تبه السلال او في تبه قعشه الى اخره من المواقع التي لا زال الانقلابيون يسيطرون عليها في المنطقه الشرقيه للمدينه. هم يعتمدون طبعا على الكثافه الناريه وعلى القناصه وعلى راجمه الصواريخ، وهي فعاله طبعا في الحسم، ولكن اعتقد خلال الفتره الماضيه لو يعني ربما حيدت الى حد ما فعاليه هذه الاسلحه بعد ان تمكن المقاتلون من السيطره على هذه المنطقه. اليوم لا يمكن للمقاتلون ان يغادروا هذه المنطقه، لانهم الاسلوب والتكتيك الذي اعتمدوا يعني توفر فيه عنصر الامان الى حد كبير، وبالتالي لديهم القدره اليوم على الثبات في هذه المواقع وبالتالي استئناف المعركه ومواصله المعركه حتى السيطرة الكاملة على هذه المنطقة. وأعتقد أنها بإذن الله تعالى ستتم في أسرع وقت ممكن خلال الساعات، إن لم يكن يعني خلال الأيام القليلة القادمة، إن لم يكن خلال الساعات القادمة. فيما يتعلق بمناطق غرب تعز، أعتقد أن الخطر العسكري الإنقلابي لا زال موجودا، لكن ليس بالقدر الكافي، ولهذا هم حاولوا أن ينفذوا واحدة من أكبر هجماتهم العسكرية على وينفذوا اشتباكات وتسللات في المناطق الغربية في جبل الزنوج غيرها من المناطق، لكن كان الجيش أيضا يقظا وتبت الدفاع الجوي. الجيش هناك كان يقظا وصد هذه الهجومات والزحفات كلها وانتصر وحقق إنجازات مهمة في تلك المناطق، وبالتالي فشلت هذا التكتيك، فشل في تخفيف الضغط الذي مارسه الجيش الوطني ولا زال يمارسه على العناصر الإنقلابية المتواجدة في شرق المدينة. نحن اليوم أمام ما يمكن اعتباره عافية عسكرية على الرغم من قلة الإمكانيات ومحدوديتها بالنسبة لمقاتلي محافظة تعز. طيب دعنا نعرف الواقع العسكري بشكل أكثر تفصيلا. ينضم إلينا الآن أستاذ ياسين العقيد معاذ الياسري رئيس عمليات اللواء 170 دفاع جوي عبر الهاتف في تعز. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بكم أخي الكريم. حياك الله سيادة العقيد. حدثنا عن أهمية العسكرية لما تم تحريره في الأيام الماضية في تعز عموما. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لكل المشاهدين الكرام ولطاقم قناة بلقيس. أهلا وسهلا. بالنسبة للعمليات العسكرية التي حدثت مؤخرا فهي نتيجة عن جهد
وتكاتف الجميع. ونحن يعني خلال الفترة الأخيرة بجهود كبيرة وتنسيق على مستوى عالي استطعنا إسقاط أهم المواقع التي يتمركز فيها الميليشيات الإنقلابية حول القصر الجمهوري، ونحن ماضون للسيطرة على كل المواقع التي الآن تسبب قتل الكثير من المدنيين وتسبب إزعاج بالنسبة لنا كخطوط أمامية مع العدو. أهمية هذه المواقع التي سقطت هي إنعاش روح الركود، لا أقول الركود وإنما البطء لشحة الإمكانيات عند الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز. لكن بإذن الله الأيام القادمة والساعات القادمة كفيلة بأن تنقل لكم كل ما يدور على الأرض بإذن الله. طيب بالنسبة للجيش والمقاومة الآن كان في قلب المدينة مدافعا بشكل غالب في غالب الأيام، الآن هناك منحنى هجومي أكثر ملاحظ، هذا التحول إن صح التعبير ما الذي يحمله من مؤشرات؟ هو أخي سيدي الكريم هو نتيجة عن همة عالية من الشباب للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. لابد أن نكون نحن من يهاجم، لن نظل مدافعون دائما. جهود كبيرة يبذلها الجيش الوطني في تعز مع المقاومة الشعبية لقلب المعركة، بدلا من أن نكون مدافعين لابد أن نكون مهاجمين على المواقع بكل إمكانياتنا وبقدر استطاعتنا بإذن الله. طيب الآن هناك تحرير لقصر الشعب، هل هذه المعارك الآن الدائرة في طريقها لتحرير المجال العسكري بالكامل؟ إلى أين ستتجه الأمور عسكريا خلال الأيام القادمة؟ الآن نحن أمام عدو يمتلك قدرات هائلة، لكن نحن بإصرارنا وعزيمتنا ماضون لتحرير كل المواقع الاستراتيجية التي بيد الميليشيات الإنقلابية والتي من خلالها هم يشتقون على أمام قلة إمكانيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. لكن ما بعد القصر هو بعد بالنسبة لنا، بعد بالأهداف. نحن ننظر لضرب العدو في قلبه، في قلب خطوطه الدفاعية، وبإذن الله نحقق ما نسعى إليه. طيب أنت تتحدث الآن سيادة العقيد عن نوع من يعني قلة الإمكانات الموجودة لدى المقاومة الشعبية والجيش الوطني، إلى أي مدى يوجد إسناد من قبل الشرعية ومن قبل التحالف في هذا الوقت الآن؟ بإذن الله نحن على تواصل مع بالنسبة للشرعية، وهم يبذلون كل ما بوسعهم، وكذلك نحن على تواصل مع قيادة التحالف العربي وعلى تنسيق، وخلال الأيام القادمة سيكون التنسيق بشكل أكبر وعلى مستوى عالي بإذن الله. أشكرك العقيد معاذ الياسري رئيس عمليات اللواء 170 دفاع جوي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك أستاذ ياسين، يعني سمعت كلام سيادة العقيد، هل تبدو الأمور مباشرة يعني أكثر من أي وقت مضى؟ يعني كانت هناك عمليات تحرير لمنافذ ربما في تعز، سمعنا عن تحرير للمدينة، لكن ما الذي يتوفر أو ما الذي يجب توفره حتى يكون الأمر أكثر تقدما هذه المرة؟ بطبيعة الحال هو أجمل طبعا التحديات التي تواجه الجيش الوطني والمقاومة، وهي تحديات لها علاقة بالإمكانيات بطبيعة الحال. لا يجب أن نفقد الأمل، يعني أعتقد أن ما تحقق خلال الأيام الماضية واليوم يعني مبشر بالخير، ومضى الضوء في نفق مظلم. ولهذا أنا أعتقد أن على السلطة الشرعية أن تراهن على تعز وعلى مقاومة تعز وعلى جيش الوطني الذي ينجز أشياء مهمة في تعز. اتصالات الرئيس الهاتفية بالقادة العسكريين في محافظة تعز أعطت مؤشرا من هذا النوع،
ولكن الأمر يجب أن يتجاوز مسألة التأييد المعنوي إلى محاولة تأمين إسناد حقيقي للعملية العسكرية للجيش الوطني في تعز، لأنه أنا أعتقد أن السلطة الشرعية إذا لم تركز على هذه الجبهة التي تعتبر في متناول اليد وحسم المعركة فيها في متناول اليد والرصيد الوطني الذي يمكن مضاعفته من خلال هذه المعركة، رصيد مهم للغاية، يعني منطقة لها علاقة وثيقة بالمشروع الوطني، لها علاقة بالنظام الجمهوري، لها علاقة بالمشروع الوطني أو بشكل الدولة الذي أقر عبر مؤتمر الحوار الوطني، وهو المشروع الذي يبشر به الرئيس عبد الربه منصور هادي ويناضل من أجله ويعد اليمنيين باستمرار بأنه سيعمل من أجل تحقيقه إلى ما لا نهاية. أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق اليوم من خلال الالتصاق المباشر بالمعركة في تعز. المعركة في تعز أعتقد أنها أنقى وأطهر من حيث عدم التصاقها بشوائب المشاريع الضيقة والنزعات الضيقة التفكيكية التمزيقية التي تهدد المشروع الوطني في أكثر من مكان بطبيعة الحال. أنا أعتقد أن الجبهة الجوف ونهم وجبهة تعز وكذلك أيضا جبهة ميدي، ثلاث جبهات مهمة ينبغي التركيز عليها. لكن إذا كان يعني هناك تعقيدات من نوع ما في هذه في الجبهات الأخرى، فإن في تعز الأمر أعتقد أنه مفتوح لتحقيق اختبار جيد للإرادة الوطنية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال إرادة سياسية قوية وفاعلة وواضحة وصريحة لجهات دعم المعركة في تعز وتبني معركة تعز ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة، وإيقاف موضوع استنزاف المدينة. لأن هناك يعني هناك ربما ما من يحمل على أن المعركة في تعز هي معركة استنزافية سواء للحوثيين وهناك يعني وقوات صالح، لكن هناك كانت كثير من الأحاديث حول أن هذه المعركة بالفعل هي لاستنزاف هذه القوات. تعز في حقيقة الأمر نحن رأينا أن هناك عملية اسمها الرمح الذهبي في غرب تعز، وهي عملية أدت إلى دحر الإنقلابيين من مناطق مهمة وحيوية، ولكن أعتقد أن المعركة هناك يعني غامضة ومحفوفة بالمخاطر، هناك ألغام كثيرة وهناك أهداف خفية. يعني أنا أثار قلقي كثيرا أن هناك مؤتمر عقد في أبوظبي حول مستقبل المضيق باب المندب، وهذا المؤتمر يعقد بحضور شخصيات عربية مهمة وشخصيات أوروبية رسمية، ويحضر في هذا المؤتمر شخصية سياسية يمنية رسمية سابقة بصفة خبير أو إلى آخره، ويغيب التمثيل الرسمي ويجري الخروج بتوصيات، وكأن حكومة الجمهورية اليمنية غير موجودة، وكأن هذه المنطقة أصبحت شأن دولي شأن إقليمي لا شأن لليمنيين بها ولا بمستقبلها ولا بأهميتها الاستراتيجية وما تمثله من أهمية استراتيجية لليمن. لهذا أنا أعتقد أن اليوم المعركة في تعز يجب أن ينظر إليها من زاوية مختلفة نوعا ما، ويجب أن تلتحم معركة غرب تعز بالمعركة الدائرة الآن في مدينتها وفي شرق المدينة. وعندما أقول غرب تعز ليس الغرب الذي اعتدنا على سماعه في الإعلام واللي يتعلق بغرب المدينة، لا، أنا أقصد غرب المحافظة وهي الغرب الأهم، وأقصد به المخا ومضيق باب المندب والساحل الغربي إجمالا. يجب أن تلتحم المعركة وتتصل ببعضها وتتحد الأهداف. ما نريده من هذه المعركة هي أن تنتهي إلى دحر الإنقلابيين، نعم، ولكن لتمكين السلطة الشرعية وتمكين المشروع الوطني وتمكين الهوية الوطنية اليمنية وتعزيز المشروع الوطني، وليس تفكيكه عبر تمرير الأجندات الخطيرة التي رأيناها ورأينا بعضها يلوح في أفق عدن وحضرموت. طيب، سنستكمل النقاش أستاذ ياسين، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستأنف النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي. كنت تتحدث قبل الفاصل أستاذ ياسين عن أن هناك ربما في تعز وضوح أكثر نحو فكرة الدولة الاتحادية، وأن تعز تمثل يعني مرتكزا لمشروع الرئيس هادي الذي يحمله باعتباره الدولة الاتحادية وما تمثله مخرجات الحوار الوطني إلى آخره. لكن هناك أيضا من يتحدث عن وجود صراع لنخب في تعز تؤثر على سير هذه المعركة. إلى أي مدى يؤثر هذا الصراع على هذه المعركة وتأخر عملية التحرير؟ ليس هناك صراع، لو كان هناك صراع لانعكس على الواقع الميداني. في تعز في وحدة جبهة، في تلاحم قوي جدا، وهناك من أراد تفكيك جبهة تعز المتماسكة. وطبيعة الحال تم استخدام المال والتمييز فيما يتعلق بالتزود بالسلاح، وكان بعض أطراف التحالف قد لعب دورا سيئا في مسألة تفكيك جبهة تعز، ولكنه فشل فشلا ذريعا. طبعا هو اعتمد على الإرث الصراعي، إذا أخذنا يعني فيما يتعلق بالعلاقة بين الأحزاب التقليدية اليسارية القومية الدينية، هذه لها إرث متوتر نوعا ما، فتم استثمار هذا الإرث لإثارة صراع في محافظة تعز. لكن أعتقد أن هذا الأمر تم تجاوزه لسبب واحد، وهو أن هذه التيارات أيضا كانت قد شهدت تجربة ائتلاف وطنية مهمة تتمثل في اللقاء المشترك، وأعتقد أنها هذه التجربة بددت المخاوف وخففت من مستوى التوتر. ولكن تم أعتقد نتيجة الاستقطاب الذي شهدناه قبل إسقاط صنعاء ضمن منظومة إعلامية وسياسية ومالية إقليمية ودولية ساهمت في إعادة إثارة تلك الخلافة واستثمارها من جديد. اليوم في محافظة تعز أعتقد أن الرهان على تفكيك جبهة تعز قد سقط من خلال يعني بعد فشل هذا المخطط، مخطط إثارة الصراع بين مكونات تعز. سيبقى الصراع قائما بنسب مختلفة ومحدودة. اليوم ما نراه في تعز هو تماسك الجبهات، وحتى عندما تم اقتراح فكرة دمج المقاومة في وحدة عسكرية نظامية كانت هذه الفكرة قد ساعدت إلى حد كبير في إذابة هذه الفوارق والتمايزات، وأنتهى الأمر إلى وحدة عسكرية قتالية تعمل ضمن مشروع واحد. اليوم هناك انصهار للكتلة الوطنية في تعز مهما حاول البعض أن يروج. المأجورين، الشخصيات المأجورة التي مهمتها فقط تسويق فكرة أن جبهة تعز مفككة، نقول لها عليك أن تنظر الآن إلى ما يدور في تعز في هذه اللحظة. ما يدور في تعز وإنجازات عسكرية ميدانية، هذه الإنجازات لولا أنه يعني لو لم تتمتع بظهير اجتماعي قوي ومتماسك، وفي نفس الوقت لو لم تتميز بوجود تكتل عسكري يعني متماسك أيضا لما تحققت هذه الإنجازات. إذن لا معنى هنا أن نتحدث عن تفكك في جبهة تعز وعن صراع نخب في محافظة تعز. لا يوجد صراع نخب في محافظة تعز. كما قلت لك كان هناك أطراف بعضها في التحالف للأسف الشديد حاول استثمار الصراع أو الإرث المتوتر من الصراع بين التيارات السياسية، ولكن هذه المحاولة فشلت، ولهذا انعكس الأمر إلى مزيد من عقاب هذه المحافظة وإحكام الحصار بمستويات مختلفة عليها. طيب الآن يعني قبل يعني بالأمس تقريبا تحدث المبعوث الأممي على أن الأمم المتحدة إلى حد ما نجحت في تجنب ما يقول أنه معركة الحديدة، إذا صح التعبير أو إذا صحت هذه الأخبار من قبله، هل هذا سيدفع نحو حسم ما يجري أساسا في تعز؟ هو بطبيعة الحال كان المعادلة ربما مقلوبة نوعا ما. يعني أنت عندما تذهب وتتجاوز تعز وتتركها في يد الإنقلابيين ثم تذهب إلى الحديدة، هذه عمليات انتقائية لا تدل على أن المعركة شاملة وأنها تأتي في سياق استعادة الدولة فعلا وفي سياق إعادة ترتيب الأوضاع وتهيئتها لكي تستعيد الدولة دورها ومكانتها ونفوذها في اليمن. كان واضح أن الذهاب إلى الحديدة قبل تحرير تعز، على الرغم من فكرة تحرير الحديدة، فكرة تحرير الحديدة مهمة للغاية من الناحية السياسية والعسكرية، ولكن أيضا تجاوز تعز التي توفر فيها كل إمكانيات الانتصار السهل ثم الذهاب إلى الحديدة يدل على أن هناك انتقائية وأن هناك إعادة هندسة ليست بريئة للمشهد السياسي في اليمن. يعني يفترض أن يعني
تأتي معركة الحديدة لاحقة لمعركة تعز، لأن أعتقد أن حسم المعركة في تعز ستشكل ضربة معنوية قوية جدا للإنقلابيين، وبالتالي عندما يتم الانتقال للحديدة يفهم من هذا أن العملية فعلا تأتي في السياق الطبيعي وفي السياق الصحيح وفي سياق ترتيب أمور الدولة اليمنية وفق الأهداف المعلنة لتدخل التحالف العربي وليس وفق أجندات خفية وإقليمية. طيب أستاذ ياسين، دعنا نسمع أكثر حول ما يعني ما يجري في تعز، لكن على صعيد إنساني أكثر. ينضم لنا الآن مدير مكتب الصحة بالمحافظة الأستاذ عبد الرحيم السامعي. أهلا بك سيد عبد الرحيم. أهلا بك وبالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم الأستاذ ياسين التميمي. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحيم. الآن يعني تعز تشهد قصف عشوائي من قبل ميليشيات الحوثيين، هذا القصف مستمر منذ فترة ليست بالقصيرة، لكنه تركز ربما أيضا في الأيام الأخيرة. كيف هو الوضع الإنساني عموما في تعز؟ أخي الكريم، ليكون واضح لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم ولكل من يسمعنا من داخل هذه المدينة المنكوبة، ليكون واضح أن تعز كثرت مناشداتها وهي تعيش كارثة تلو الأخرى، ولكن يبدو أن الأخبار التي تنقل عن هذه المدينة صارت مادة إعلامية ليس أكثر. حتى الحكومة الشرعية ناديناها أكثر من مرة وقلنا بأن المدينة تتجه نحو وضع كارثي، سواء على الصعيد الإنساني فيما يتعلق بقطاع الصحة أو الصعيد الإنساني فيما يتعلق بالتغذية بالرواتب. اليوم هذه المحافظة مشلولة لمدة 8 أشهر مضت، هذا الكادر وموظف الدولة لا يستلم راتب. على سبيل المثال أنا أتحدث عن القطاع الصحي، اليوم مكتب الصحة لا يستطيع استدعاء أي موظف مهما كان مستوى هذا الموظف، سواء كان مدير إدارة أو رئيس قسم أو طبيب أو ممرض أو حتى عامل نظافة. كيف تستدعيه من منزله ليأتي ليؤدي واجبه الوظيفي وهو لا يمتلك حق يعني كوب من الماء، قارورة من الماء يشتريها لكي يطفئ بها ظمأ، لا يمتلك حتى 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال مقابل النقل بالباص من مقر عمله إلى منزله ومن منزله إلى مقر عمله. كيف تطلب منه أن يأتي لينقذ النفس البشرية وهو يشعر بالدوار من شدة الجوع؟ كيف تطلب منه أن يأتي إلى المستشفى لينقذ الروح البشرية والنفس البشرية وهو يعلم بأن أولاده في المنزل يموتون جوعا؟ هذا وضع مقلوب، هذا وضع لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. وأنا اليوم أطلقت نداء كواجب إنساني أولا ثم واجب وظيفي، قلت إن الوضع يسير في تعز نحو الكارثة النهائية إن لم تعمل الحكومة الشرعية ووزارة الصحة والحكومة المحلية على إعادة الكادر إلى مقر عمله بأي طريقة، بدفع رواتب، بدفع حوافز، بدفع مقابل مواصلات، بأي طريقة كانت. لكن هذا السكوت المدهش للسلطة وللحكومة أعتقد أنه ليس في صالح الحكومة نفسها، ولا وهذا الضرر لا يلحق تعز بشكل خاص ولا أبناء تعز، هذا ضرر يقع على الجمهورية بأكملها، على الحكومة الشرعية، على الشرعية برمتها من رأسها إلى قاعها. كيف نترك هذه المدينة تحتضر دون أن ننقذها؟ اليوم هذا الكادر يعني من واجبه مواجهة أكثر الأمراض قتلا وفتكا على كوكب الأرض وهو مرض الكوليرا. اليوم الحالات تنتشر بالمئات بل بالآلاف، وصل عدد حالات الكوليرا الإسهالات المائية الحادة منذ 30 أبريل الماضي وحتى يوم أمس أكثر من 4800 حالة، بينهم 110 حالات كوليرا مؤكدة مخبريا بواسطة المختبر المركزي في تعز. إذن هذا الوضع وهذه الحالة يمكن أن تصل في ساعات، بل في يمكن الكوليرا، مرض الكوليرا ممكن أن يداهم كل بيت ويصبح القتلى بالعشرات بل بالمئات إن لم نقل بالآلاف. هذه مدينة منكوبة، أنا أقول وأطلقها من على شاشة هذه القناة
أن إذا لم يتدارك الأمر داخل المدينة من الناحية الصحية فإننا نتجه نحو كارثة لن يستطيع أحد إيقافها، ولن يستطيع أحد إيقاف هذه الكرة وهي تتدحرج لتدهس هذه المدينة بمن يسكن فيها. وأنا أقول أن لكي الأمر واضح ولا يحتاج إلى اجتهاد، لكي ننقذ هذه المدينة ومن يسكن فيها وهذه المحافظة ومن يسكن فيها، مطلوب إعادة جميع الكادر العامل في القطاع الصحي وفي قطاع مؤسسات المياه والصرف الصحي، في قطاع النظافة والتحسين، في قطاع الخدمات المتصلة بالغذاء والصحة، ما لم فإن الكارثة حاصلة لا محالة. أنا أبرئ نفسي أولا أمام الله، ثم أمام أهلي وأحبتي وعشيرتي في تعز، لكي لا يقال أن أول مدير عام صحة في تعز حدثت بعهده الكوارث. هذه الكوارث يمكن تجنبها بشيء واحد، موازنات تشغيلية للمؤسسات الصحية وإعادة الكادر العامل إلى مواقعه لكي يؤدي عمله، ما لم فإن الكارثة سيكتب مسببها التاريخ، صفحات التاريخ لن ترحم، سيكتبون وسيكتب هذا التاريخ من الذي تسبب بهذه الكارثة ومن الذي ترك هذه الكارثة لتتعاظم حتى تصل إلى مرحلة القاتل الفتاك. هذه نداء وهذه استغاثة لمن يريد أن يسمعها ويلتقطها. طيب دكتور عبد الرحيم، يعني الآن حديث عن تعز في وسائل الإعلام ربما لا يكاد يخلو من ذكر الوضع الصحي في المدينة والوضع الإنساني الصعب هناك، جهود يعني بالمقابل أن تتحدث عن عدم وجود لإمكانات لدى مكتب الصحة وعدم وجود دعم يعني ولا حتى ميزانية تشغيلية من قبل الحكومة الشرعية، لكن كما تحدثنا الحديث عن تعز هو وارد كثيرا سواء في المنظمات الإنسانية أو في يعني عند الحاجة لإيجاد دعم ما. هذا الدعم عندما يصل إلى تعز هل يتواجد، هل يصل بداية هل يصل، أم أن يعني هناك حديث كثير لكن ما يصل للمدينة ربما لا يعني لا يساوي هذا الحديث؟ شكرا على هذا السؤال. ودعنا اليوم نعمل من خلال قناة بلقيس نعمل عملية قرد. المنظمات التي تعمل على الواقع في تعز معظمها إن لم يكن كلها تنسق مع الميليشيات الانقلابية ومع مكتب الصحة المنتحل صفة مكتب الصحة في إب، وبالتالي كل المستلزمات والأدوية التي تأتي عن طريق هذا المكتب تتصرف به الميليشيات خارج المدينة وتبقى المدينة محاصرة. فلنعمل قرد هذا اليوم من خلال قناة بلقيس. بعض المنظمات أيضا حصل أنها تتعامل مباشرة مع أفراد، واليوم هناك استقطاب حاد داخل قطاع الصحة. من يعمل مع المنسقين للميليشيات داخل المدينة وداخل المحافظة هو من يحظى بالدعم من قبل هذه المنظمات، ومن يعمل مع مكتب الشرعية والمعين من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل وزارة الصحة في الحكومة الشرعية في عدن هذا منبوذ وليس له موقع ضمن هذه المنظمات. فليكن قرد هذا اليوم، أنا ناديت وأرسلت إيميلات وأرسلت مذكرات للتعامل مع مكتب الصحة الذي يقع في المنطقة المحاصرة لكي يستطيع تقديم الخدمة من خلال هذه المنظمات، لكن هذه المنظمات بعضها إن لم يكن الجزء الأكبر منها تصر على التعامل مع الميليشيات وعبر أفراد بأسمائهم داخل المدينة ولا علم للحكومة. دكتور، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز، كان يتحدث على يعني آلية عمل المنظمات الصحية، وهناك يعني علامات استفهام كبيرة حول هذا الدور. أعود إليك، على كل حال شكرا جزيلا له. أعود إليك أستاذ ياسين، ما سمعناه من حديث عن الوضع الصحي، عن عدم وجود ميزانيات تشغيلية وعن الأداء الغير المعروف بالنسبة للمنظمات في تعز، هذا ملف يعني ملف آخر يشكل معاناة ومأساة أيضا للسكان، ما هي الحلول لذلك؟ أولا أتمنى أن يعاد الاتصال بالدكتور عبد الرحيم السامعي، لأن ما كان يقوله كلاما مهما للغاية ويجب أن يستمر في قوله. وقناة بلقيس يجب أن توفر هذا المنبر وهذا الصوت لكي يصل للجميع. أنا أعتقد أن كان الدكتور عبد الرحيم يتحدث
ويقول كلاما في غاية الأهمية ويكشف حقيقة ما يدور بالنسبة لمحافظة تعز، وكلامه كان يؤشر إلى الدور المتواطئ للمنظمات التي تدعي أو تعلن أنها تقدم مساعدات طبية لمحافظة تعز. انظر كيف، ما هي الأساليب أيضا، يعني هناك إسناد واضح للإنقلابيين والميليشيات الإنقلابية حتى في هذه المسائل الإنسانية جدا. يعني أولا هذه المنظمات يعني تقدم تعز كمدينة منكوبة ثم تحصل على مساعدات من الدول المانحة بملايين الدولارات، هذه الملايين الدولارات تذهب إلى هذه المنظمات ولا تقوم هذه المنظمات دورها الإنساني والإغاثي كما يجب، بل أنها تمارس يعني هذا النوع من الإفساد في 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 الذي وصفه الدكتور عبد الرحيم السرح، يعني تختار شخصيات لها علاقة بالميليشيات، شخصيات موجودة في المدينة وتتعامل معها بشكل مباشر. هذا يعني أنها هذا النوع من 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 الممارسات الهدف منه هو تقويض السلطة الشرعية في هذه المدينة، ويعني محاولة تحييد رموز السلطة الشرعية والطاقم الإداري والتنفيذي الذي يتبع السلطة الشرعية وهو عمليا الذي يدير المدينة ويسيطر عليها. وبالتالي هناك محاولة لإعادة نفوذ الإنقلابيين الذين طردوا والذين دحروا بآلاف الشهداء أو بطريقة أو بأخرى. لهذا أنا أعتقد أن يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار النداء الذي أطلقه مدير مكتب الصحة هذا اليوم بخصوص الوضع الكارثي في مدينة تعز. أعتقد أنه إذا لم تسمع الحكومة هذا النداء وإذا لم تتبناه وتتعامل معه بشكل جيد وإذا لم يتم مخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات التي تدعي أنها تقدم مساعدات لمحافظة تعز، إذا لم يتم مخاطبتها وتنبيهها إلى هذه الممارسات السيئة التي تتم الآن، لأنه خلال العامين الماضيين ومعظم المساعدات الإغاثية تقف على أبواب مدينة تعز ثم تنتهي في نهاية المطاف إلى أيدي الميليشيا تتصرف فيها كيفما تريد. وأنا أستغرب أن هذا الأمر لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة على الرغم من وجود كوارث داخل مدينة تعز خصوصا مع اجتياح وباء الكوليرا. هذا وضع خطير للغاية، ولهذا أنا قلت لك منذ البداية بأن ما نشهده في تعز يعني هذه الانتصارات العسكرية للأمانة هذه يعني خارقة للعادة. يعني تخيل أن هذه الإنجازات العسكرية تتم في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة جدا والوضع السيء والمزري والإمكانيات المتواضعة جدا التي بحوزة رجال الجيش والمقاومة، مع ذلك هناك إنجازات. هذا الأمر له علاقة أعتقد بالإرادة، الإرادة التي لن تزم إن شاء الله، وفكرة مشروع ربما الدولة الاتحادية وال نعم. يعني ما يبنى عليها من مخرجات حوار وطني وما شابه. إذن أشكرك أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول مشاهدينا الكرام لكم لحسن المتابعة والإنصات ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي وإلهام عامر ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.